Carbonara Troops fra di cancer. نو تكنولوجي كذا مشروع هتكلم مخصوص عن ايه كاربون نانو تيوبس. ايه العلاقه بين الكربون عموما اللي نعرفه والكربون نانو تيوبس؟ يعني ده مصاص مثلا عمود الجرافيت فيه عباره عن كربون. الكربون فيه عامل ازاي؟ عباره عن الواح عامله المنظر ده بالظبط. لو خدنا لوح واحد بس نلاقي ان الكربون عامل فيه اشكال مسدسات يعني سداسيه طبعا. كل يعني دي كربون اتوم دي كربون اتوم دي كربون اتوم بلاقي لو خدت لوح واحد بس او حاجه اسمها جرافين من الجرافيت اللي هو عمود الكربون اللي موجود في القلم الرصاص ده وعملت له رولينج كده لقيت عندي اتكونت كربون نانو تيوب. بس انا مش بصنعها بالطريقه دي، مجرد حاجه ده انا بصنعها ازاي ده؟ صنعوا حاجه اسمها كيميكال فيبر ديبوزيشن. يعني ببساطه شديده جدا انا بجيب هيدروكربون جازز ده جوه اوفن درجه حرارته من 700 800، ده كاتاليست بيحصل ديبوزيشن للهيدروكربون على الكاتاليست بيتكون عندي هيدروكربون نانو زي كده. انا صنعت كربون نانو تيوبس. طيب ازاي استخدم الكربون نانو تيوبس كعلاج الكانسر؟ اول حاجه لازم اخليها سيلكتر فور كانسر. ازاي اخليها سيلكتر؟ لان انا اربط بيها حاجه متاكد انها مش هتكون موجوده، مش هتمسك غير في حاجه على الكانسر سيل. يعني مثلا لو هحط حبه بيها فوليك اسيد مثلا مش هيمسك غير في الفوليك اسيد ريسبتور اللي هو موجود على الكانسر اوفر اكسبريسد في الكانسر سيل. او مثلا هربط في كاربون نانو تيوب انتي بادي اجينست الديرمال جروث فاكتور ريسبتور اللي هو موجود على الكانسر سيل سيرفيس، وهيروح الانتي بادي ده يمسك في الديرمال جروث فاكتور ريسبتور اللي موجود على الكانسر سيل. تمام. انا كده عملت ايه؟ عملت السلكتيفيتي بتاعت الكاربون نانو تيوب في الكانسر سيل. تاني حاجه ازاي برضه بستخدم الكاربون نانو تيوب في علاج الكانسر؟ هتبداوا عن طريق طريقتين. اول حاجه ان انا بعمل دليفري للكيمو عربيه الدراج اللي هو ليه سيستمك سايد افكتس خطيره جدا اللي بيخلي البيشنت طول فتره علاجه من الكانسر بيفضل قاعد في المستشفى وعنده بين اول اوفر ذا بادي، بحطه على كاربون نانو تيوب كمان برابطه مش هتتكسر غير بالبي اتش اللي جوه الكانسر سيلز. تاني حاجه بحاجه اسمها ثيرمال ديستوشن، مش على كل تفصيل هنبدا في الدراج ده اللي هو ايه؟ الدليفري بتاع الكيمو عربيه الدراج تو ذا كانسر سيلز. ده الفوليك اسيد، ده الانتي كانسر دراج. وانا دلوقتي المفروض ده ريسبتور مثلا دي السيل دي كانسر سيل، ده الفوليك اسيد هيمسك الريسبتور بتاعه على كانسر سيل ويحصل اندوسايتوزيس. الكانسر سيل بيقلب الاندوزوم، الاندوزوم ده اسيد البي اتش، البي اتش بتاعته قليله بتساعد ان هو يحصل هيدروليز وهيدروجين. في نفس الوقت بتتحد باللايزوزوم، اللايزوزوم بتتحد باللايزوزوم انزيمز بتخلي البوند مهما كانت ما بين الانتي كونسل ده والكونسل ده ساعتها الانتي كونسل ده بيبقى ريليز. يعني مثلا لو افترضنا ان ده اندوزوم كربون نانو تيوب اهي دلوقتي هي انجلفت في الاندوزوم، هيحصل هيدروليزس والانتي كانسر البوند هتتكسر، الانتي كانسر دراج هيبقى ريليز جوه السيل، جوه السيل بحالها هيطلع من الاندوزوم يبقى ريليز جوه السيل بحالها وهيحصل ايه؟ اوتوبيس. ده الفيرست لاين اوف تريتمنت. وكان بستخدمه مع برضه الدراج ليفل، يعني مثلا الدراج ليفل بستخدم الثيرمال ديستراكشن. ايه هو الثيرمال ديستراكشن؟ بستخدم مثلا دي كاربون نانو جوه دلوقتي هي لسه جوه، خليها جوه الاندوزوم، هي جوه الاندوزوم
وانا عايز يعني استخدم حاجه اسمها ثيرما ديستركشن. طيب يعني ايه ثيرما ديستركشن وليه استخدام مع الكربون نانو؟ الكربون نانو ليها كاركترستيك حاجه اسمها زي البلاك بادي او الجسم الاسود في الفيزياء اختصارا، كان بيابزورب اول ويف لينسز ترتفع درجه حراره، قدامها درجة حرارة ترفع درجة السن، هيعمل الريفرسبل بروتين دينيتيريشن، خلي السن تخش في الأوراق. فأوراق البار دي من 4000 سنة، الكلام ده اتكتب في ساينتفك بيبر واحد أجنبي أصلا، فأوراق البار دي من 4000 سنة لقوا إن هما المصريين القدماء كانوا بيعالجوا تيومرز عن طريق بيحطوا زيوت مغلية على التيومر. التكنيك ده اسمه هايبر ثيرمي. هايبر ثيرمي ده دلوقتي عبارة لما اتطور ده عبارة عن إن أنا بستخدم الهواء. دي حاجة مدهشة يعني ان احنا وصلنا لها. الليزر ده هنستخدمه ازاي بطريقتين، يا اما شورت اكسبوجر يا اما لونج اكسبوجر. انت هستعمل شورت اكسبوجر انا عارف ان ده سايز ديسيلز هستعمله على الجسم كله فور نانو سكند 10 سكند 9 سكند اوصل درجة حرارة يبقى عندي الباور بتاعت الليزر عالية عشان اوصل درجة حرارة عالية جدا عشان اموت السايز سيلز في وقت قليل وما اثرش على السراوند ومفيش حاجة كده. يا اما هستعمل ليزر بباور عالية افكاسي بباور عالية بباور اقل اصلا ليزر بباور اقل وديوريشن اكبر. في تيومر انا عارف مكانه، مثلا تيومر هنا انا عارف مكانه ده اسمه برايمري تيومر، تمام؟ ده البرايمري تيومر. انا لما احط صلب ليزر عليه هيحصل له ايه؟ ممكن ارفع درجه حراره من 45 ل 65 مثلا، ده يبقى كافي انه يعمل الريفرسبل بروتين دينيتيريشن بس في مده اكبر من الزمن. تمام؟ ده برايمري تيومر انا عارف مكانه فين وعارف انا اسلط الليزر فين. تمام؟ ايه الادفانتج بتاعت الثيرمال ابليشن او الثيرمال ديستراكشن؟ الكيموثيرابي والراديوثيرابي ما يقدروش يموتوا حاجه اسمها كانسر ستيم سيلز. يعني كانسر ستيم سيلز هي كانسر سيلز هي ستيم سيلز كاركترستكس ستيم سيل كاركترستك. يعني هي كانسر سيل تقدر تفرنشيت تقول سيل لاينز. ممكن كانسر سيلز دي تبقى بلاد سيل او اندوثيليا سيل او اي نوع من السيلز. تمام؟ كانسر ستيم سيلز دي ما دمرش الكيموثيرابي او دمرش الثيرمال ديستركشن. فدي ادفانتج مهمه جدا. Thank you.